أعلى قمة جبل في تنزانيا، ده جه بقى إزاي؟ كان هي كانت فكرة من ألكسندرا كينياس، هي مصرية وتمت 60 سنة دي، وكانت عايزة تحتفل بعمرها 60 على قمة كليمنجارو. يعني فهي 60، وهي الحقيقة she's a real role model، يعني ملهمة جدا. وأنا كنت محظوظة أن أنا كنت معاها في الخيمة، يعني إحنا كنا 8 سيدات تقريبا، كل 2 كانوا في خيمة، فأنا كنت محظوظة أن أنا معاها في الخيمة. علشان لما بنبقى قريبين من ناس ملهمة كده، انت كمان ليه بتحس بالالهام وبتحس ان انت في شغف كده بيتجدد؟ بنتعلم حاجات كتيرة قوي منهم، وهي ست قوية وجميلة وعندها انجازات كبيرة وكتيرة في حياتها، ومش عايزة توقف، ان هي عندها رؤية كده ما بتوقفهاش، يعني ما بتقفش في ان هي تعملها. فهي كانت يعني تمت 60 سنة دي، واحنا احتفلنا بيها على قمة الجبل. الجبل ده ارتفاعه قد ايه؟ 6000 متر فوق سطح البحر. فطبعا تحدي. كنت محضرة له من تمارين او كده ولا رحتوا كده؟ انا عرفت عنه قبل التحدي بشهرين مثلا، حاجة كده. وكان بقى هي ألكسندرا لما قررت تعمل كده كلمت أماني حلمي، هي ايرون مان، يعني اول سيدة مصرية فوق 50 تعمل سباق ايرون مان. ايرون مان اللي هو جري وعجل وسباحة، يعني بيقعدوا 12 ساعة عشان يخلصوا السباق. وعملت حاجات كتيرة جدا برضو أماني، فكلمتها فقلت لها طيب حلو قوي، أنا كان نفسي أعمل حاجة زي دي، ما تيجي نكلم بنات تانيين مصريات ونعمل كلنا نطلع مع بعض. وده اللي حصل. أنا بقى لقيت صور على السوشيال ميديا كده إن هما في جبال سانت كاترين، قلت لهم طب أنا عايز أجي معاكم، أنا بحب التسلق وكده. قالوا لي حلو قوي، يو ار بيرفكت فيت، انت مناسبه جدا للفريق وكده، بس احنا طالعين كليمنجارو. فقلت لها طيب، قلت لاماني طيب خليني اشوف كده بكره هرد عليكي. تاني يوم رحت الشغل وقلت لمديرتي انا عايزه اخد اجازه، كنت هاخد اخر اسبوع في اغسطس واول اسبوع في سبتمبر، كنت عايزه ابدر بس اسبوع الاجازه. فوافقت. فتاني يوم قلت لها يلا بينا انا معاكي، وبس بقى. وبس، فما لحقتش، يعني ما لحقتش بقى استعد واستوعب واحضر خالص. انا كنت رايحة معتمدة عليهم في حاجات كتير، عشان هما كان بقى لهم سنة بيحضروا ليها للتحدي ده. فمثلا هنلبس ايه، طب هعمل ايه، طب هأجر حاجة من هناك. واحدة صاحبتنا كانت في امريكا فخليتها تجيب لي حاجات معاها، خلاص انا في اخر لحظة. بس انا كنت الحاجات اللي كنت محتاجاها بقى، يعني انت بتروحي هناك في معدات معينه عشان هو ده تسلق صح؟ يعني كلايمبنج جايد. يعني احنا ماشيين على رجلينا، ولكن ساعات رجلين وايدين بس، مش بحبال. فهو مش بنطلع كده، يعني احنا بنطلع الجبل كده عشان جبل، بنتسلق جبل. وهو في طريق يعني على الجبل؟ في طريق. في طريق ساعات بيبقى سلالم، وفي ساعات بيبقى حجرة بنطلعها بايدينا ورجلينا يعني، ولكن تقدر تبقى عارف احنا غالبا هنطلع منين، وبيعملوا علامات وكده عشان بس ما ينفعش حد يروح من غير دليل. مثلا زي هنا برضو في جبال سانت كاترين، ما ينفعش حد يروح لوحده، يعني ما ينفعش، لازم يبقى معاه دليل هو اللي يقوله الطريق وبيساعده. ولو في حاجة معينة محتاجين ناخد بالنا منها، لو في حشرات معينة، لو في حيوانات معينة، كل ده لازم يبقى في حد. كان معاكوا حد بيرشدكوا للطريق؟ كان معانا فريق الحقيقة، يعني فريق، عشان احنا طلعنا في 6 أيام ونص ونزلنا في 1 ونص. 6 أيام ونص طالع. 6 أيام ونص طالع، فده 6000 متر أعلى من احنا بادئين تقريبا من 2000 متر، فطلعنا حوالي 4000 ونزلنا حوالي 4000 برضه. اكسجين فوق ايه بقى؟ بننهج واحنا وانا نايمه بنهج. احساس غريب جدا، ما كنتش متخيله ان الموضوع بالمشقه ديت محتاج
قوة يعني في إرادة، إرادة إن أيوة أنا عايزة أعمل ده، أنا هستحمل وهكذا. ست أيام بتتسلقوا بس؟ ست أيام بنتسلق ست، بس ما هو إحنا مستمتعين يعني. أول يوم إحنا في يعني كم ساعة؟ يعني كم ساعة بتمشوا وكم ساعة تقعدوا وكم ساعة تناموا؟ يعني كنا بنمشي من 6 ل 8 ساعات مثلا حسب اليوم شكله عامل ازاي. متواصل؟ بنريح في النص شوية بس، يعني تقريبا متواصل يعني. ما بكناش بنريح كتير عشان بنبقى عايزين نوصل قبل الضلمة برضو. توصلوا فين بقى؟ للمعسكر اللي بعدي. ما هو معسكرات يعني، في معسكرات، في ستوبس في النص، في ستوبس في النص. والفريق اللي معانا كان هو بيجهز الخيام وكل حاجة، فاحنا بنروح نبات في الخيمة، يجهزوا لنا الأكل. فكان معانا فريق، مش ما كانش معانا حد واحد بس. بس دي طبعا من الإنجازات اللي انت بتحس ان انت عملت حاجة كبيرة فيها. انا كنت رايحة علشان كذا حاجة. حاجة منهم ان انا ابقى مع مجموعة من السيدات المصريات ونبقى بنعمل حاجة عشان نثبت فيها ان بجد اي سيدة مصرية تقدر تعمل اي حاجة في اي سنة، وانس ان احنا حطينا دماغنا فيها. فدي حاجة. تاني حاجة ان الرياضة بالذات برة يعني الخارجية، واحنا بنستمتع بالطبيعة، مهمة جدا جدا وبتفرق جدا في حياتنا وفي نفسيتنا وفي قدراتنا. تالت حاجة كنت انا عايزة اجرب نفسي، هل هقدر جسمي يتأقلم على قلة الاكسجين ولا هيعمل معايا ايه؟ السرفايفل بقى اللي انت تتمرني عليه. عايز اجرب السرفايفل والتمارين دي كلها هتوصلنا لفين بالظبط كده. فدول الثلاث اهداف والحمد لله. استمتعت بالرحله دي جدا جدا. ايه اكتر الحاجات اللي انت بتحبي اللي انت بتعمليها دلوقتي وانت فخوره بنفسك بيها انك تعمليها؟ ان انا بقوم قايله يلا بينا وبعدين بقى نشوف هنجهزه ازاي. يعني دي حاجه انا مش بتاجلي القرارات. مش بأجل القرارات عشان عمري ما هعرف غير لما بدخل، يعني ادخل في الحاجة وبعدين نعرف بقى هو ايه الملامح بتاعتها وفيها ايه وهكذا. بتحب المغامرات؟ جدا بحب استكشف، عشان في كل مغامرة انا بكتشف نفسي مع الاماكن اللي بكتشفها والناس اللي بكتشفها، انا بعرف نفسي اكتر. هو مثلا الرحلة ان الواحد دايما يكون اولا بيستمتع بحياته، بيحافظ على صحته، ويبقى عايش حياة المغامرة دي، أكيد حياة تبقى صحية على الأقل. وكمان فكرة أن أنت دايماً بتحاولي تثبتي أن الستات المصريات بيلعبوا رياضة ويقدروا يعملوا أي حاجة، ويقدروا يوصلوا لأعلى الجبال، ويقدروا يسافروا ويوصلوا لكأس العالم، ويقدروا يقدفوا ويقدروا يعملوا كل حاجة. فهي جزئين، في جزء منها يعني رسالة إنسانية ورسالة وطنية، وفي نفس الوقت في منها الصحة العامة والصحة الجسدية. فاكيد البالانس ده حلو جدا وملهم جدا، يعني زي ما انت في ناس بتلهمك اكيد انت نفسك بتلهمي ناس كتير بالحاجات اللي عملتيها. انا بشكرك جدا ان كنت معايا النهارده استاذه جمانة اسماعيل، واحده من المغامرات والابطال، واشكرك جدا نورتيني. شكرا ليك جدا.